تحدي النهارده هو تحدي اللب ما بين لاعب ضد حارس مرمى، والنموذج هيكون مع لولو شخصيا. اتفضل يا كابتن. هتكسبني من الاول؟ لا اكسبك ايه؟ انا هكسب نفسي غالبا. طيب حارس المرمى هيقف على خط الست ياردة، وانا هرمي لك الكوره لازم تجيبها لب من فوق. بتنط ولا على طول؟ بتنط. ماشي. تنط يا لو عايز. على الأرض. ها يا عم رايح الحق. حلوة صلاح. جميلة اللي أنا حلوة صلاح.